اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد الذي أنت أهله، ولك الثناء الذي أنت أهله. لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مطيبًا مباركًا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لك الحمد كما بلغتنا شهر رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ذنبه وكفرت عنه وزره يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم اجعل عمله في رضاك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين،
يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا وأمن حدودنا، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر عز وخير ونصر وتمكين وعز للإسلام والمسلمين في كل مكان، يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران، والعتق من النيران. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.